نرفض أي مقترح من شأن 140 يوما من الإضراب عن الطعام طلبا للحرية، إنها معجزة فلسطينية أخرى. إحنا اللي بنصحيه حتى يشرب الماء لكي يحافظ على ما تبقى من صحته. هشام لا يقوى على الحركة، هشام لا يسمعنا جيدا، هشام بالكاد أن يرانا، لا يتكلم معنا أبدا. خايفة عليه عايشة؟ أكيد خايفة عليه. مآمن في إرادته في القدر؟ طبعا مآمن بإرادته، لأنه صاحب قضية عادلة. كانت زيارة خاطفة في المستشفى الذي يركض فيه الأسير الفلسطيني هشام أبو هواش. تحت ضغوط عناصر الأمن الإسرائيلية بالكاد نجحنا في التحدث مع زوجته قبل أن ترغم القوات الجميع على مغادرة المستشفى. كل قوات الأمن الإسرائيلية هذه في داخل المستشفى قامت بإخراج كل الزوار الذين حاولوا الدخول عند الأسير هشام أبو هواش، بما في ذلك أيضا شقيقة الأسير هشام أبو هواش. يبدو أن هذا الوضع نتيجة الضغط الكبير الذي تعيشه إسرائيل اليوم بسبب تدهور حالة الأسير هشام أبو هواش الذي يدخل في غيبوبة متقطعة طيلة الوقت عمليا، وهو يواجه خطر الموت في أي لحظة. نحن هنا اليوم في وقفة تضامنية مع الأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش اليوم 140 على التوالي، مناصرة للأسرى المظلومين. للسلطة الفلسطينية في رام الله، للسلطة في غزة، تحركوا تحركوا قبل أن يستشهد هشام. نريد هشام حرا بيننا وطريقا وليس شهيدا على الأكتاف. فقد هشام نصف وزنه خلال الإضراب، يعتقله الاحتلال منذ عام وشهرين من دون تحديد موعد الإفراج عنه، رغم تجميد اعتقاله قبل أسبوع. على صعيد الشارع الفلسطيني وفصائل المقاومة بات ملفه في المقدمة لإنقاذه. هناء محميد، مستشفى أسف هروفي، جنوب يافا، الميادين.